ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا. وتأمل، سبحان الله سبحان الله، من فرط في صلاة الجماعة فقد خسر فضل هذه الصلاة ولو صلى في بيته. سبحان الله، صلاة الجماعة انظر ما تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفره، ما تركها كما هنا في الآية في حال الخوف، ما تركها صلى الله عليه وآله وسلم وقد تغيرت هيئة الصلاة. الصلاة تغيرت هيئتها، فيها حركة، فيها قيام، ومع ذلك كل ذلك مراعاة لما؟ لصلاة الجماعة، وإلا لقال كل واحد يصلي وحده. فدل هذا على أن هذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على وجوب صلاة الجماعة. ومن قال بأن صلاة الجماعة سنة فإنه وللأسف لم يأخذ بهذه الآية الواضحة الصريحة.